الاحساس مش اولاش كمواطن ومياز من السوق الاسبوعي قبل غير يريد انت تيد النائب البلديه. اولا ديج الفرحه الطام قراد، اولا باش يغدان مره اني تروجا التجاره الساكنه اني تسوق اني تدان سي السوق وفينا راح نسمع. والهدف ان تغاتكم زوا مع تغادني بعض العراقيل، ولكن الحمد لله انهارني وذ بتضافر الجميع انهارني وذ على انه ادير السوق قم كان وذي زين السوق ذي المستوى الاعلى. نتمنى ونتتار سي ساكن نتا سي التجار تزاول التجاره نسند السوق انه ادرين غاسن اجل الاحساس ادرين غاسن اجل الاحساس سي المسؤوليه اولا من حيث النظافه تجار مره حولا اجمع المخلفات نسن احضن دان ذي قرير مفرد. ثم ثانيا الممرات ذي بريدن طلب كذلك حفظا شوية لصالح الساكنة لصالح اني تسوق لصالح التجار من يمارة في مصلحة الجامعة باش ذي ريجن السوق غانغ أزيس نوذ المذل قد يكون ذي البداية ذي نشوية المسائل واحدة من شاء، ولكن نتمنى على انه منايا هذه تحسن كل الجنة ذي راح غاوم كنز. ثم كذلك السانيتاتي تحاول غادر رفع غجن الطلب غجن الرسالة غجن منات السلطات المحلية. لا يمكن أدير السوق في غياب السلطة، لأنه ذي نجن التعاون ذي نجن الترابط جار الجامعات السلطات المحلية. فالسلطات المحلية مطالبة أتوفر نظام، أتوفر راحة الساكنة، أتوفر كذلك المخالفين إلى من القانون باش تارك كل حاجة غام جنز. السلطة مطالبة التاس الدخل باش تصلح السوق باش يديري في متناول الجميع ويشعر المواطن براحة في التسوق لهذا السوق اللي انطلق حديثا. السوق الحمد لله ذيس مساحة الطام قرانت هذه تسع الجميع غاسن مار جميع الحرفيين غاسن ماني، فقط يخص شوية المسؤولية يخص شوية الاحترام ما يجين مرة لا النقابة لا التجار لا الجماعة، ولكن السلطة دورها ضروري وأساسي في تثبيت النظام العام داخل السوق. وشكرا. اسم الاستفسار واحد قريب هذا وبتاع ديني شان يصلح ان شاء الله. رخصو ما يتسند ربما ديني ربع هذه النيوذان روح نسبقني الاحداث منان على انه السوق مؤقت. قد يكون في جواب من اجوبه السيد العامل يجاوب مجموعه على ان السوق مؤقت. صحيح هذا القانون، ولكن اولا المجلس قال قرار باش هذه يحول السوق لغا مكان يتغي ما ياس. الشوط المرحله الثانيه هو ذي السيدف ذي تصميم التهيئه، وتصميم التهيئه بتعاون جماعه الوكاله الحضاريه ذين الموافقه المبدئيه سيفنت، وبالتالي خميني غيادف ذي تصميم التهيئه ذين قرار ليصبح سوق رسمي. ما يتعلق الاصلاحات كرابة ذي بريد قد يكون تسفيد قد يكون صور الى اخره، هو الخميني غنغير السوق بصفه رسميه يخنا التفت غنغر حق انسقى قبضي ثوره. اخيرا ذي الاقليم النظر الدوله تشع 10 مليار الاسواق ولكن السوق النغوازي سيستيفد جامعي لانه تغى 2010 تغى الجامعات كتحويل السوق وحول شوا بالتالي وغنغبو السوق من سنه الشين عرفي وها، ولكن من الناحيه القانونيه هذه التصميم التهيئه تقول انت غوا تجيش هذا وهذا السبب يجي على انه هو استفد بو سلمين حني وشي الاسواق. ولكن خصو نهارا خميني غيريهم ذي التصميم التهيئه غادي المقرر
الى اخره قسم الحق خذنا طلب وزاره الداخليه طلب الجهه طلب المجلس الاقليمي طلب المجلس كذلك ما راغش الفائض هذه ديال حتى الفائض المجلس ما راغش الفائض وما تغادي يجري السوق لانه توغي صادق بتحويل السوق فالاصلاحات تستند بعد هذه الخطوه الاولى واعتبرها الخطوه الاولى مهمه جدا اما ما يتعلق بالارض الارض املاك الدوله ثقار لانه نشد ميس تماثا ونشين غنغضها ما هو السيرماني تجاه وضا بالنسبه تماث قصد الدوله ذي القانون نشين كجماعه ولا كوزن ماذا سنو هذا سنكشن ولا سكن تماث ويمكن هذا سنكشن سكن ما هو القضاء وني غجش المساء ونش ذي النقطتين انت ما ثوقت معيوباتك العائله ينوك تعتقدن على انه نشيق نشيج العضو فقط للجماعه ومع الاسف الاخوان واخزان بوغا المصلحين لانك الساكنه نشمرا روحها ذي دي السوق ما يتغصب غاك الساكنه ذي نعرف ندي الزنقات لان ما معقول نعرض غصب ولكن نشتو غاخزان المصلحه ان المواطن ما يتعلق بالارض قادني نزع الملكية من أجل منفعة العامة ذي القانون فأني هني مرات القضاء يروح غاغاسن غاغاسن حقتنا طربن ستعويذات نغد الدولة ستقنزع الملكية نغل الجامعة وبالتالي ورذي الجنوى يخصار ورذي الجنوى يخصار ونتمنى أنه الخطوة يتستمر وحتى أنه ربما الإخوان ذي البداية رميك سنسيها السوق ربما تغى السوق جيج المنطقة يوذز تغى ولكن نهارا مرات روح ميكي قوار ميكي غيري ومكياني إلى خيره هذه ريج من دار النغنيت هذه ريج من دار النغنيت وش نتمنى على أنه ثانتين تنق أتحسن الأمور نسن هذه تحسن قوازم ما ريج نجيها وها نغيط بالبي تضافر الجميع وحتى أنه أخصان ريج الثقافة الخطأ ممكن نديري ولكن خصنا غير يجي النقد بنا نقد بنا النقد بنا باش يمكن نويار غزات باش يمكن نخدم ثمهنا ما نهدم الجنون غنتوها قال لا يجدي نفعا بل ما يجدي نفعا هو النقاش وهذه تبين ماني غاك الخطا باداب باسلوب ليق بكذا الى اخره حتى تزوهني لا وثقين بوضي العرف السياسي يخصنا الشديك ينقش كذا خذيه كامل فرات قدام ريدوات قيشة نشتواري لأنه كوريجين غاس قناعات رؤى قذيني رؤى موضوعية ذيني رؤى ذاتية نش مسائل تواريق ذاتية تواريق مثلا مكانين الصباح ونغطي تورث لا وراك يخميني تيني ظروف موضوعية لا نخزار بناء نخرج عدد المسائل خ دراسات خ كذا خ اراء تقنيين خ اراء الخبراء الى غير ذلك شكرا بالتوفيق للجميع شكرا.